عايز اتكلم عن العربي ومشاكله، وازاي الفلاش من اول سي اس 5 بالتحديد قدر يعالج كل المشاكل، وايه هي خواص العربي وازاي استخدمه داخل الفلاش. طبعا الويب سايت ده قدامنا فاضي، فلما اكتب عربي لازم بعمل حسابي ان انا بكتب عربي، فابقى الصورة مثلا على اليمين هنا وكتابة على الشمال. المنيو طبعا بالعربي. تعال بقى نبدأ نتكلم ازاي نشتغل باللغة العربية داخل الفلاش. زمان كان الفلاش لغاية السي اس 4 تقريبا ما كانش سبورت قوي العربي، ممكن يكتب عربي جواه بس من خلال برامج مساعدة او تحايل معين او تحايل معين داخل البرنامج. انا عايز اكتب عربي هنا ازاي؟ دبل كليك زي ما احنا عارفين، ودبل كليك تاني بعلم على الكتابة كلها، وباجي بحاول الكيبورد بالت وشيفت عشان اكتب عربي منها. بقول له ايه مثلا؟ الصفحة الرئيسية. تمام، ايه اللي حاصل؟ مدهاني حاجة زي كده. طب تعالى لو عملت تيست الموفي بكنترول انتر وجيت بصيت كده هلاقي الدنيا ملخبطة هنا ليه؟ هقول لك والله ده علشان نوع الخط اللي انت مختاره والانتي الياس بتاعه، الاتنين دول هما المسؤولين عن كتابة بالخطوط العربية داخل فلاش. تعالى وقلنا يوز ديفايس فونتس، ايه اللي هيحصل؟ تظهر لي الكلمة بالعربي بس عامل لي ايه؟ بالمشقلب، انا شايفها كده بالمشقلب. طب تعالى وعملنا تيست تاني للموفي هلاقي الرئيسية الصفحة الرئيسية. طب لو غيرت من هنا، اوكي، لو غيرت من هنا هقول له استخدم الاريال مثلا، وجيت عملت تيست يبقى الصفحة الرئيسية. يبقى الكلام ده ايه اللي انا بقوله ده كله؟ حسب نوع الخطوط اللي عندك. انت دلوقتي مش مسطب خطوط عربي، او مسطبها مش مسطبها، يبقى في شوية خطوط عندك بتسبورت الكتابة العربية زي الاريال. تمام، الاريال اكتر خط انا شفته بصراحة بيبدأ يعمل لك سبورت الكتابة العربية، وطبعا السنس لان ده موجود على اي جهاز في العالم، والسيرف والتايب رايتر. اوكي، يبقى هختار الاريال بالشكل ده. طيب وانا عرفت منين المشكلة؟ يبقى عرفت ان نوع الخط هو اللي بيفرق. طب انت لو مسطب عندك شوية خطوط عربية هتقرأ معاك زي الفل، بس في حاجة، يعني انا دلوقتي مسطب شوية خطوط عربية نشوفها كده اهي، دي كلها خطوط عربية بس خطوط انا منزلها من على النت. تمام، ومش اي جهاز عنده الخط ده مقري عندي زي الفل. هتيجي تعمل بابلش او اكسبورت الموفي ده وتيجي تعمل الويب سايت بتاعك، اللي هيشوفه ما عندوش الخط ده مش لازم يكون عنده الخط ده، فمش هيظهر له كده، هيظهر له بالاريال او بالايه، بالسانس اندرسكول سانس اندرسكور سيرف اندرسكور تايب رايتر، اي حاجه فيهم بس تقريبا بهو هيسبورت السانس على طول، اللي هو اندرسكور سانس. طب انا مش عايز كده، انا عايز ده هو اللي يظهر. اغير نوع الخط خليه كده مثلا، اخليه النص، عايز حاجه تكون واضحه شويه. الخط ده يعني انا استقريت على الخط ده اهو، اضيق شويه عشان التكست فيلد ميبقاش كبير قوي كده. لو جيت عملت تيست الموفي بتاعي هلاقيه زي الفل معايا. تمام، مشكله اليوزر هناك، هعمل ايه؟
اتكلمنا قبل كده، قلنا على موضوع device fonts، وهتكلم هنا الاخص عليه قوي. يبقى use device fonts، كل ده مش هيسبورت اي حاجة العربي خالص الا اذا لو حولت ده لشيب. يبقى هو تحت طائلة الشيب او تحت خواص الشيب، يبقى خلاص طلع من التكست. دلوقتي انا هخليني اتكلم على التكست. يبقى اول حاجة عشان تعمل التكست بالعربي، نوع الخط عندك، وتعمل ايه تاني، وتعمل حاجة اسمها embed font. الفونت ده مش موجود، فبروح كل اللي عليا بعمل حاجة بسيطة خالص embed، بلاقيه فتح لي حاجة زي كده. جميل. بيقول لك انت هتسمي الخط ده ايه؟ هل هتسميه الخط ده حاجة ليك انت شخصيا مثلا؟ هقول له مثلا والله تايتل او منيو، منيو فونت. هل انت حاطط ارقام ولا حاجات غريبة مثلا؟ يعني انت حاطط حروف بس؟ هنا بيقول لك انت حاطط ابر كيس، يعني حروف كابيتال ولا حروف سمول، ولا حاطط ارقام، ولا حاطط ايه بالظبط؟ خد بالك انت لو قلت له اول، ممكن اروح جاي عامل اول وخلاص. هنا بيقول لك ايه، انا عملت لك امبورت لكام اوبجكت عندك من الحروف. بص شايف هنا كام، 381. ده هيكبر لك شوية مساحة الخط بتاعك، مساحة الخط بتاعك جوه الملف، هيكبر لك الملف نفسه. اوكي، انا عايز اقول له ايه، ده وده مفيش ارقام ولا في سيمي كولم ولا في اي حاجه، ده وده وخلاص. اوكي، واروح قايل له ايه، اوكي تعالى بقى عنها على المكتبه بتاعتي. هتبص تلاقي ايه، في هنا الخط بتاعك اترفق جوه المكتبه. هو كده خلاص اي يوزر في الدنيا هيشوف الخط. ليه؟ لان الخط ده اترفق مع الملف نفسه، مع ال SWF فايل نفسه جواه. فخلاص انا كده حليت المشكله دي. اول طريقه، يبقى الطريقه دي خد بالك منها كويس قوي. برضو نفس التكتيك لو انت بتكتب بالانجليزي، لو انت بتكتب بالعربي، في اي حته في الدنيا عندك خطوط معينه مش عارف عايز ترفقها هنا عندك انت بس، عشان تضمن تروح جاي عامل امبيد فونت، وتروح جاي عامل له نفس الطريقه دي. طريقه تانية بالكتابه بالعربي، ده لو حولته لبوتوم. مش هقول لك ازاي لغايه لما تيجي. يعني عملت بوتوم كده وعملت تيست الموفي، بلاقي حاجه زي ايه، ايد. شايف الايد دي حاجه زي كده. طب تعالى لو دخلت جوه البوتوم ده بتلاقي فيه حاجات غريبه شويه كده هنعرفها، وحولت ده لتكست ببريك ابارت، ده بريك ابارت بريك ابارت، يعني كنترول بي كنترول بي كمان، وجيت عملت. بص ايه اللي حصل هنا، كسر لك بقى الحروف. جميل. فانا اتغلب على الموضوع ده ازاي؟ اتغلب على الموضوع ده اللي انا اعمل امبيد للفونت بتاعي داخل السويف فايل. ده كان الكتابة بالعربي. في بقى حاجات في، يعني في الكتابة في العربي كمان اكتر من كده، مديني اوبشنات قوية شوية. لو جيت انا عملت كده وكتب بالعربي جوه ماشي، او اي خط من اليمين للشمال، وجيت عملت من هنا كده، هبص الاقي ايه، هنا كلاسيك تكست، لا انا عايز تي ال اف تكست. تمام. بعد ما بتيجي على تي ال اف تكست، انا عايز هنا تي ال اف اصلا من اول، بس انا ما خدتش بالي من ايه، من كلاسيك. فانت تشتغل تي ال اف تكست هنا، باجي وادوس بلاقي ايه، شو اسيان اوبشن، بيديك اوبشنات جديده بتظهر. يعني بص هنا خد بالك من المنيو دي، من شكل المنيو، شو اسيان اوبشن. بص ايه اللي ظهر، الكيرنينج. يبقى ده اوبشن زياده بيسبورت للايه، للكتابه من اليمين للشمال او العربي بتاعنا. شو رايت تو ليفت اوبشن، خد بالك ايه اللي ظاهر،
الوورد بقى والحاجات دي، اهو انا عايز ايه دايركشن بتاعي رايت تو ليفت، ده كل ده بيحسن اداء الخطوط العربي. تمام. في حاجه كمان وتاكد منها دايما دايما، اللي انت عامل ايه من اديت بريفرنسز وتروح جاي على التكست، وتروح جاي معلم على ايه رايت تو ليفت تكست فلو، ومعلم على دي ومعلم على دي، الاتنين الاولانيين دول دول على طول الخط معاك. خد بالك من الموضوع ده كويس واعمله دايما، اول ما تسطب برنامج الفلاش تروح عامل دول وتبدا تشتغل بقى زي ما انت عايز براحتك. تعالى بقى واحنا تحت ايه التي ال اف تكست، ونحول ده لشيب بريك ابارت بريك اب. بص اللي حاصل ده، ما بوظلها ليش زي الكلاسيك تكست. عشان كده لما جيت قلت لك اول المحاضره قلت لك ان الكلاسيك تكست ما كانش بيسبورت العربي، هنا التي ال اف كمان بريك ابارت، بص بقت شيب زي الفل، هو ده اللي انا عايزه بالظبط، مفيش اي مشكله اهو. تكست بقى شيب، ممكن كمان تحت الشيب طبعا انت عارف، وتفرج على محاضرة انك تحول ال تي ال اف لشيب التكست، تعمل اللي انت عايزه فيها. جميل اهو اهو، هعمل حركة كده ناخد النقطتين دول، حركاتك انت بقى. هاجي مثلا هقول له خليني دي كده، تمام. دايما انا بحب اشتغل بدي شويه، عايز احوله البوتون تاني زي ما عملت المره اللي فاتت، مفيش اي مشكله معايا زي الفل. بس الحاجه الوحيده اللي هتخليني اعمل حاجه كده جوه البوتون، انها بص لما تروح كده بتلاقي الايد بتروح وبتختفي في تقطيعات جوه، ودي ليها علاج بسيط جدا داخل البوتون. بس لما نيجي ناحيه البوتون او نيجي نشرح البوتونز هنوضح الحته دي في الكتابه باللغه العربيه. خلاص المحاضره دي بقى انا اتكلمت على ازاي تشتغل بالعربي، مفيش كلام غير كده. عايز بقى تبدا تشتغل على البوتون، بتحط له انستنس نيم لو انت شغال على السي اس اس، على اسف على الاكشن سكريبت 3 او 2، بتشتغل هنا على طول. اي اكشن سكريبت بتتحط على الويب سايت واي اوبجكت هيتعامل بالاكشن سكريبت على طول بعمل له كول من هنا انستنس نيم، دي مخصوص عشان الاسم اللي بحطه عشان اسمي بيه الاوبجكت ده عشان انادي له من الاكشن سكريبت جوه. لما نيجي نخش على الاكشن سكريبت هوضح النقط دي. السلام عليكم.